حدثنا قتيبة حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: وفي الباب عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري العطار، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا محمد بن أبي حميد، حدثنا موسى بن وردان، عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن أبي حميد يضعف، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له حماد بن أبي حميد، ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث. ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر، وترجى بعد زوال الشمس. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام وأبي لبابة وسعد بن عبادة وأبي أمامة. قال أبو عيسى: حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث، فقال: أنا أعلم بتلك الساعة، فقلت: أخبرني بها ولا تظنن بها علي. قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فقلت: كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى. قال: فهو ذاك. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة طويلة. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله: أخبرني بها ولا تضمن بها علي، لا تبخل بها علي. والظن البخل، والظنين المتهم. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى الجمعة فليغتسل. قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وجابر والبراء وعائشة وأبي الدرداء. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. حدثنا بذلك قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن أبيه وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني آل عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث حسن صحيح. ورواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه؟ فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث. قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، وأبو جناب يحيى بن أبي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته. قال ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه واغتسل. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمران بن حسين وسلمان وأبي ذر وأبي سعيد وابن عمر وأبي أيوب. قال أبو عيسى حديث أوس بن أوس حديث حسن. وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة، وأبو جناب يحيى بن حبيب القصاب الكوفي. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن. وقد رواه بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب، ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة، ورأوا أن يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الاختيار لا على الوجوب، حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة، فلو علما أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له
ارجع فاغتسل. ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه، ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمري، وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة. قال أبو عيسى حديث أبي الجعد حديث حسن. قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدويه قالا حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث. قال واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة، فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. قال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال
فغضب علي أحمد بن حنبل وقال لي: استغفر ربك استغفر ربك. قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا. وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس الصيرفي، حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قالا: حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن. قال: وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح، ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء. حدثنا حميد بن مسعدة البصري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما تفعلون اليوم. قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس. حدثنا قتيبة وهناد قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال: وفي الباب عن عمار بن ياسر وابن أبي أوفى. قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن سمرة. قال أبو عيسى: حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب، وهو حديث ابن عيينة، وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيا من القرآن. قال الشافعي: وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن أعاد الخطبة. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر. وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، أصح شيء في هذا الباب. حدثنا محمد بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال ابن أبي عمر: كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يخطب، وكان يأمر به، وكان أبو عبد الرحمن المقرئ يراه. قال أبو عيسى: وسمعت ابن أبي عمر يقول: قال سفيان بن عيينة: كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا دخل والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول أصح. حدثنا قتيبة حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، فصلى ركعتين ثم جلس. إنما فعل الحسن اتباعا للحديث، وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قال: وفي الباب عن ابن أبي أوفى وجابر بن عبد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا: إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك، وهو قول الشافعي. حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال: وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم. كره أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة، وشددوا في ذلك. وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه. حدثنا محمد بن حميد الرازي وعباس بن محمد الدوري قالا: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة
والإمام يخطب. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن. وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون. وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم عبد الله بن عمر وغيره. وبه يقول أحمد وإسحاق: لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أخبرنا حسين قال: سمعت عمارة بن رويبة الثقفي وبشر بن مروان يخطب، فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. قال: وسمعت محمدا يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد: وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد: ويروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة، وفي السجدة الثانية: إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة فقلت له: تقرأ بسورتين؟ كان علي يقرأ بهما بالكوفة. قال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. عبيد الله بن أبي رافع
كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال: وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري وشعبة وغير واحد عن مخول. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال: وفي الباب عن جابر. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال: كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعة وبعدها أربعة. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة. وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود. وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال أبو عيسى: وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، وصلى بعد الركعتين أربعة. حدثنا بذلك ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدنانير والدراهم أهون عليه منه إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعر. قال أبو عيسى: سمعت ابن أبي عمر قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعة. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
حدثنا علي بن حجر حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. قال وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة وليس هذا الحديث فيما عد شعبة، فكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. حدثنا علي بن الحسن الكوفي حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة ولا يمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب. قال وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.